بغداد تصحو على خبر استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لاغتياله، عملية وصفها المراقبون بأنها عبثية تحاول إخلال أمن الدولة، وأيضا خلق فتنة سياسية المراد منها تعثير خطوات العملية السياسية وتعطيلها. الخط البياني المتصاعد للأحداث السياسية والذي بدأ بالتسقيط السياسي ثم انتهى إلى الاغتيال السياسي حقيقة مؤشر خطير على أن قادم الأيام للعراق حقيقة قد يكون قد دخلنا في النفق المظلم، والأحداث القادمة هي أحداث خطرة وأحداث تجاوزت حتى العرف السياسي. لذلك بين التسقيط وبين الاختيار سقط الثوب الديمقراطي. الضغط المستمر على مفوضية الانتخابات أيضا من قبل الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات قد يؤثر على العملية السياسية التي سرعان ما تتأزم شيئا فشيء، الأمر الذي يؤخر تشكيل البرلمان وينذر بتأخيره، وبالتالي تأخير تسمية الحكومة الجديدة. لعل مسألة الانتخابات ومسألة إثارة الطعون والتشكيك فيها يجعل المتلقي ويجعل المراقب للعملية السياسية يضع عدة سيناريوهات. أعتقد أن مسألة مطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي قد تثير هذه الأمور وتأخذ إلى جانب آخر. إذا ما جرت هذه الأمور بشكلها المعتاد واعتراضات مستمرة من قبل القوى المعارضة السياسية ومن قبل الشارع العراقي، بالتأكيد فإنه سوف يتم تأخر تشكيل مجلس النواب. لا أعتقد أنه سيشكل مجلس النواب في ظل هذه الظروف. لحد الآن دا المرشحين يفتهمون والمواطن العادي يفتهم، أكو فرق بين التزوير والخرق، تزوير ماكو. بين محاولة اغتيال رئيس الوزراء والضغط المستمر على مفوضية الانتخابات، تقع العملية السياسية حبيسة الاحتدام والتصادم الذي يؤثر بصورة مباشرة على استكمال الإجراءات القانونية لتشكيل الحكومة المقبلة. الضغط على مفوضية الانتخابات والاحتدام السياسي المستمر الذي انتهى باستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينذر بخطر كبير قد يؤثر على سير العملية السياسية المتمثلة لتشكيل البرلمان وتسمية الحكومة المقبلة. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.